أعزائي الطلبة، كما سبق لنا أن تناولنا الإشكالية، إشكالية فلسفة العلوم، وتناولنا المشكلة الأولى اللي هي فلسفة الرياضيات. في هذه الحصة سنتناول في نفس الإشكالية اللي هي إشكالية فلسفة العلوم، المشكلة الجزئية الثانية اللي هي فلسفة العلوم الطبيعية. فلسفة العلوم الطبيعية. طبعا في البداية قبل أن نشرح دائما لابد أن نحدد الموضوع، فكل علم يتميز عن الآخر بموضوعه وبمنهاجه. فإذا طرح السؤال نقول ما هو موضوع العلوم الطبيعية؟ ما موضوع العلوم الطبيعية؟ العلوم الطبيعية تتشكل من علوم المادة الجامدة كالفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا، علم الفلك، وكذلك علوم المادة الحية. علوم المادة الحية من إنسان وحيوان ونبات. إذن موضوع العلوم الطبيعية موضوعها تدرس العلوم الطبيعية الواقعية الحسية أو ما نسميها بين الظواهر الطبيعية. الظواهر الطبيعية وهي علوم كلها قائمة على ملاحظة الظواهر الطبيعية واستقراء الواقع والإسراء إليه، ومن هنا فالتجربة تعتبر مقياس. التجربة هي من هنا أصبح الاعتماد على التجربة مبدأ كل علم ما عدا الرياضيات، وكل دراسة حتى نقول أنها دراسة علمية لابد أن تعتمد على التجربة، للحكم أو للقول بأن هذه الدراسة هي دراسة علمية. ولهذا هناك سؤال يطرح الآن اللي هو كيف ظهر هذا المقياس؟ المقياس أقصد به منهج العلوم التجريبية اللي هو المنهج التجريبي. كيف ظهر هذا المقياس كمنهج جديد للمعرفة؟ وما هي الخطوات المنهجية المعتمدة لتطبيقه؟ وهل يطبق بحذافيره، يعني بكل خطواته على مختلف العلوم؟ إذا ما دام طبيعة الموضوع في علوم طبيعية هو ذو طبيعة مادية محسوسة، إذا فالمنهج المعتمد في دراسة الظواهر الطبيعية هو المنهج التجريبي، المنهج التجريبي ما هي خطواته؟ خطوات منهج العلوم الطبيعية هو المنهج التجريبي. خطواته المنهج هي ثلاث خطوات أساسية. الخطوة الأولى هي ما تسمى بالملاحظة، والفرضية والتجربة. ما المقصود بالملاحظة؟ هذا سؤال. ما المقصود بالملاحظة في مجال البحث العلمي؟ الملاحظة في مجال البحث العلمي، المقصود بالملاحظة أو المقصود بها الملاحظة هي تركيز، الحواس والعقل والشعور صوب الظاهرة، ومتابعة تحركاتها وتغيراتها. إذن الملاحظة نعني بها الملاحظة
في مجال البحث العلمي هي تركيز الحواس، يعني أن كل الحواس والعقل والشعور، الشعور يقصد به الوعي، يكون مركزا صوب الظاهرة المراد دراستها لمتابعة تحركاتها وتغيراتها. مثلا ما لاحظه نيوتن عندما رأى التفاحة تسقط، سقوط التفاحة على الأرض، وتوصل إلى ما يسمى بقانون الجاذبية الأرضية. وكذلك ملاحظة كلود برنار لتغير بول الأرانب. الأرانب، الانحرار بين الأرانب، هي حيوانات أكلت العشب، أكلت العشب، فلاحظ ظاهرة غير طبيعية، ظاهرة غير طبيعية. ما هي الظاهرة غير طبيعية؟ لاحظ أن بولها يشبه بول حيوانات أكلت اللحم كالإنسان مثلا. إذن هذه الملاحظة، هذه مقصود بها الملاحظة، يعني أن العالم عندما يلاحظ طبعا لابد أن يركز كل حواسه وعقله وشعوره تجاه الظاهرة المراد دراستها. هذا ما نعني به بالملاحظة في مجال البحث العلمي، وهي نوعان، وهي نوعان عندنا. ألف، الملاحظة البسيطة، الملاحظة البسيطة هي الملاحظة العادية التي تعتمد على الحواس ولا تقبل الظواهر ربطا إشكالي. هذه الملاحظة نجدها عند الإنسان العادي، فالإنسان العادي عندما يلاحظ كملاحظة مثلا شروق الشمس وغروبها، طلوع النهار وكذلك تعاقب الليل والنهار، أو كذلك ظاهرة البرق والرعد، أو ظاهرة سقوط المطر. فهو يلاحظ ويعتمد على الحواس فقط في الملاحظة. وبالتالي فالإنسان العادي عندما يلاحظ ظاهرة من الظواهر هو لا يسعى من أجل إيجاد تفسير لها، يعني تفسير علميا. لماذا؟ لأنه ليس له نصيب من العلم. يقول إنسان عادي معناه الذي ليس له نصيب من العلم. عندنا ملاحظة أخرى، وهي ملاحظة ما تسمى بملاحظة علمية، وهذه التي نجدها عند العلماء، الملاحظة العلمية. الملاحظة العلمية المقصود بها هي ملاحظة مقصودة، هي ملاحظة مقصودة هادفة، ملاحظة مقصودة هادفة إشكالية تثير تفكير الباحث. هي ملاحظة مقصودة، يعني أنها أن العالم يقوم بها عن قصد، وليست عادية عفوية، هادفة يعني لها هدف معين، إشكالية تثير تفكير الباحث. إشكالية لأن العالم عندما يلاحظ ظاهرة من الظواهر فيتساءل، فيطرح تساؤلات، هذه الظاهرة ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوثها؟ وهو بطبيعة الحال يسعى من أجل إيجاد حل أو تفسير لهذه الظاهرة. فالملاحظة إذن، والهدف من هذا إذن أنها وتدفعه تفكير الباحث، وتدفعه إلى الكشف عن خصائص الظواهر وعلاقاتها الخفية طبعاً. والملاحظة العلمية حتى تكون علمية وتختلف عن الملاحظة العادية، لابد أن يعتمد العالم على الآلات والأجهزة التقنية والأساليب العلمية المتفقة مع طبيعة الظاهرة.
إذن الملاحظة العلمية هي نقول أنها ملاحظة مسلحة، يعني أن العالم عندما يلاحظ ظاهرة من الظواهر لابد أن يعتمد على أجهزة وأدوات تقنية وأساليب علمية تتفق مع طبيعة الظاهرة طبعاً والتي تساعد الباحث على العمل. بينما الإنسان العادي يعتمد فقط على الحواس، عندما يلاحظ ظاهرة يعتمد على حواسه، والحواس بطبيعة الحال غير كافية، وكما يقول ديكارت فالحواس كثير ما تخدعنا، ولهذا العالم الحواس ضرورية لكنها غير كافية، لابد من الاعتماد على تقنية، أجهزة، أدوات علمية وأساليب علمية تتفق مع طبيعة الظاهرة. فالإنسان العادي مثلا عندما يحكم على الجو بأنه مثلا بارد أو حار يعتمد على الإحساس، عن طريق الإحساس يحس، يقول أنا أحس بأن الجو حار أو الجو بارد، ولكن بالنسبة للعالم يقيس العلم يقيس درجة الحرارة ويقدم لنا بالضبط درجة الحرارة. كذلك الإنسان العادي عندما يلاحظ الأمطار تسقط بغزارة يقول أن الأمطار كافية، ولكن بالنسبة للعالم فيقدم لنا يقيس كمية التساقط بالمليمتر ويقدم لنا بالضبط كمية الأمطار التي تساقطت وهي كافية أم ليست كافية. ولهذا إذا الملاحظة العلمية تعتمد على الأدوات والأجهزة التقنية والأساليب العلمية المتفقة مع طبيعة الظاهر، والعالم لا يكتفي فقط بالحواس وإنما لابد أن يعتمد على طبعا أساليب علمية وكذلك أجهزة وأدوات تقنية تتفق مع طبيعة الظاهر. لاحظ كما هو الشأن بالنسبة إلى الإنسان العادي عندما يلاحظ ظاهرة الظاهر هو يسعى من أجل إيجاد تفسير له، ولهذا إذا تأتي الخطوة الثانية اللي هي الفرضية. الفرضية كما اسمها الفرنسية ليبوتيز، والفرضية هي كما سبقنا عرفنا في الرياضيات هي بمثابة مسلمة في الرياضيات. ولهذا فماذا نعني بالفرضية؟ الفرضية هي تفسير تفسير مؤقت للظاهرة، هي تفسير مؤقت للظاهرة موضوع البحث يضعه الباحث حتى يتأكد من صحته، وتعتبر الفرضية مشروع قانون، وهي خطوة توضع في البداية على سبيل الظن والتخمين، فإن أكدت تجربة التجربة أصبحت قانونا علميا، وإن كذبتها استبدلها بغيره. هذه هي فيما يتعلق بالفرضية. كلمة فرضية كما سبقنا عرفنا في الرياضيات هي بمثابة المسلمة في الرياضيات. ماذا نعني بالفرضية؟ هي تفسير مؤقت، يعني ليس تفسيرا نهائيا للظاهرة موضوع البحث يضعه الباحث حتى يتأكد من صحته، وتعتبر الفرضية مشروع قانون توضع في البداية على سبيل الظن والتخمين، فإن كذبت تجربة أصبحت قانون علميا وإن كذبتها استبدلها بغيرها. ولهذا نقول بأن الفرضية هي عبارة عن قفزة في المجهول، يعني أنني أقفز ولكن ربما هذه القفزة تكون ناجحة أو ربما تكون فاشلة. كذلك إذا العالم عندما والفرضية من أين يستمد العالم؟ العالم يستمدها من الخيال العلمي،
فكرة، هي عبارة عن فكرة يستمدها من خياله العلمي لكي يفسر به الظاهرة. ولهذا نجد أن الفرضية ذات أهمية في مجال البحث العلمي. لهذا يقول أن لهذا يقول كلود برنار في أهمية الفرضية، يقول إن الفرض إن الفرضية هي نقطة الانطلاق الضروري لكل استدلال تجريب. الفرضية إن الفرضية هي نقطة الانطلاق الضروري لكل استدلال تجريب، يعني مش معنى الكلام هذا قول كلود برنار، يعني معناه أن التجربة لا يمكن أن تتم في غياب الفرضية، يعني أن العالم عندما لاحظ يقدم تفسير، والتفسير هذا حتى يتأكد من صحته أو خطائه فيلجأ إلى التجربة. ولهذا فالتجربة إذا تتوقف لكل استدلال تجريبي، يعني أن التجربة تتوقف على الفرضية. وكذلك وقال أيضا مؤكدا أهمية كذلك الفرضية، يقول إن الملاحظة توحي بالفكرة، الفكرة التي نسميها الفرضية، والفرضية تقود إلى التجربة، تقود إلى التجربة وتوجهها، والتجربة تحكم بدورها على الفرض. هذا القول كذلك لكلود برنار يؤكد بأهمية، فهذا القول يلخص لنا خطوات العمل التجريبي. إن الملاحظة توحي بالفكرة، الملاحظة توحي بالفكرة، الفكرة يقصد بها الفرض. اللي قلنا الخطوة الأولى هي الملاحظة، ثم تأتي الفكرة الفرضية. الفكرة هي عبارة عن فكرة يستمدها العالم من الخيال العلمي، ثم هذه الفكرة تقود إلى التجربة، يعني أن التجربة لا يمكن أن تتم في غياب الفرضية، تقود إلى التجربة وتوجهها، والتجربة تحكم بدورها على الفرضية. هذه هي الخطوة الثانية من خطوات المنهج التجريبي. نعطي مثال لهذا. كلود برنار أتي له ذات مرة بأرانب من السوق، فلاحظ ظاهرة غير طبيعية في جسم الأرانب. نحن نعرف أن الأرانب هي حيوانات آكلة العشب، وعندنا حيوانات آكلة اللحم كالإنسان. إذا لاحظ ظاهرة غير طبيعية، ما هي هذه الظاهرة غير طبيعية؟ لاحظ بأن بولها يشبه بول الحيوانات آكلة اللحم اللي هو كالإنسان. إذا عندما لاحظ هذه الظاهرة، قلنا الملاحظة هي التي تؤدي به إلى محاولة إيجاد تفسير لهذه الظاهرة. فقدم فرضية، ما هي الفرضية التي قدمها؟ قال ربما أن هذه الحيوانات الأرانب راهي في حالة صيام، لم تأكل العشب مدة زمنية. إذا قدم فرضية، ثم بعد هذه الفرضية حتى يتأكد من صحة هذه الفرضية، واش لازم؟ لابد أن يلجأ إلى الخطوة الأخيرة اللي هي التجربة. إذا الخطوة الأخيرة من الخطوات التجريبية اللي هي التجربة. ماذا يعني بالتجربة؟ هي إعادة وقوع الظاهرة في ظروف اصطناعية. ظروف اصطناعية يعني في قوسين اقصد بها مخبرية. في ظروف اصطناعية للتحقق من صحة الفرضية، إذا الخطوة الأخيرة من الخطوات التجريبية هي التجربة. ما هي التجربة؟ هي إعادة وقوع الظاهرة في ظروف اصطناعية مخبرية للتحقق من صحة الفرضيات. لماذا نقول في ظروف اصطناعية؟ لأن نعرف بأن الظاهرة الطبيعية تحدث في الطبيعة، والتجربة
العالم يقوم بها في المخبر، ولهذا فالظاهرة طبيعية إذا الشروط اللي موجودة في الطبيعة يحاول العالم أن يوفرها في المخبر لكي يصل إلى تفسير هذه الظاهرة. وهذا ما فعله مثلا كما سبقنا عرفنا كلود برنار في عندما لاحظ أن بول الأرانب يشبه بول حيوانات أكلت اللحم، بول حيوانات أكلت اللحم، فافترض قال ربما راي في حال سيئة، يعني راي في نفس الشروط حيوانات أكلت اللحم، يعني راي في حال سيئة. هو حتى يتأكد من هذه الفرضية ماذا فعل؟ طبعا قدم لها عشبا، يعني فعندما أكل العشب طبعا بعد مدة زمنية رجع بولها إلى حالته الطبيعية، لأن الحيوانات الأرانب بولها عاكرة، أما حيوانات أكلت اللحم كالإنسان فبولها صافية. فلاحظ هذه الظاهرة غير طبيعية، فقال ربما في عائلة في حرصية حتى يتأكد من صحة الفرضية، طبعا قدم لها عشبا بعد مدة زمنية، يعني رجع بولها إلى حالتها الطبيعية. ثم زاد كرب تجربة مرات أخرى، خلاها بدون يعني تركها بدون أكل في حرص أيام، ووصل نفس كذلك النتيجة التي لاحظها في السابق، وكذلك جربها الحيوانات أخرى كالحصان مثلا، فوصل لنفس النتيجة، فتوصل في النهاية إلى استخلاص، لأن بعد هذه كل هذه الخطوات الهدف من هذه الخطوات اللي هي الملاحظة الفرضية والتجربة والوصول إلى استخلاص القانون العلمي، استخلاص القانون العلمي الذي نفسر به الظاهرة الطبيعية. إذا قلنا أن العالم التجريبي المنهج التجريبي بخطواته الثلاث اللي هي الملاحظة الفرضية التجربة، فالهدف من كل ذلك هو الوصول إلى استخلاص القانون العلمي. القانون العلمي هو الذي بواسطته نتمكن من تفسير الظواهر الطبيعية، وهذا ما وصل إليه كلود برنار قلنا عندما قام بتجربته على الأرانب، فالنتيجة التي توصل إليها استخلص قانون علمي مفاده يعني مضمونه الأرانب إذا ما فرغت بطونها تغذت من اللحم عن طريق عملية الامتصاص الداخلي. وش معنى هذا؟ معنى أن هناك دهون يفرزها الجسم عندما تكون في يعني في حالة صيام فتتغذى من هذه الدهون، يعني وصل إلى هذه النتيجة. الآن ماذا نقصد بالقانون العلمي؟ ما هو المقصود بالقانون العلمي؟ القانون العلمي هو العلاقة الضرورية التي تربط بين ظاهرتين أو أكثر من الظواهر المتعاقبة. مثلا كي ناخذ ظاهرة سقوط المطر، ظاهرة سقوط المطر عندنا ظاهرة الحرارة، ومن بعد ظاهرة التبخر، ومن بعد برودة الجو، هذه كلها ظواهر هناك علاقة تربط فيما بينها فتؤدي إلى تفسير ظاهرة سقوط المطر. إذا بين ظاهرتين أو أكثر من الظواهر المتعاقبة، أو بين عنصرين أو أكثر في الظاهرة الواحدة، مثلا قانون الجاذبية تربط بين الكتلتين والمسافة بالقوة الجاذب. هذا يعني اللي هي هذا فيما يتعلق بخطوات المنهج التجريبي. احنا قلنا بان العلوم عندنا ليس عندنا انواع من العلوم عندنا، ولهذا هناك اصناف العلوم عندنا علوم. اذا اصناف العلوم عندنا علوم الماده الجامده، لدينا علوم المادة الجامدة، علوم المادة الجامدة تدرس الظواهر الطبيعية، تدرس الظواهر الطبيعية كالفيزياء، الكيمياء، علم الفلك إلى آخره. وعندنا علوم المادة، علوم المادة الحية، علوم المادة الحية تدرس الكائنات الحية من إنسان، تمثل في الإنسان حيوان ونبات. وعندنا علوم أخرى هي علوم الإنسان، العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية
هذه العلوم الإنسانية طبعاً تدرس تتناول عندنا العلوم الإنسان أو العلوم الإنسانية تتناول هذه العلوم الإنسانية تتناول الإنسان بالدراسة التجريبية تتناول الإنسان بالدراسة التجريبية من جميع أبعاده من جميع أبعاده جميع أبعاده الفردية البعد الفردي في الإنسان يدرسه علم العلوم الإنسانية يسمى علم النفس وكذلك البعد الاجتماعي أبعاده الفردية والاجتماعية اجتماعية لعلاقة الفرد بأفراد مجتمعه هذا البعد اللي يدرس علاقة الإنسان بأفراد مجتمعه اللي هو يسمى بالبعد الاجتماعي أو البعد الاجتماعي يتناول بالدراسة يسمى بعلم الاجتماع اللي هو فرع من فروع العلوم الإنسانية وعندنا البعد التاريخي التاريخية طبعا التاريخية اللي يدرس اللي هو يدرس ماضي الإنسان وأثره فيه البعد التاريخي هذا اللي يدرس هو عندنا علم من العلوم الإنسانية يسمى علم التاريخ هذه هي إذن أصناف العلوم ما دام أن العلوم مختلفة في موضوعاتها إذن هناك سؤال يطرح الآن هذا السؤال السؤال اللي يطرح كيف لا قلنا في لغة كيف ظهر هذا المنهج وما هي الخطوات التي تمت تطبيقه ولو تطبق بحذافيره على مختلف العلوم هل يطبق بحذافيره على مختلف العلوم ولهذا هنا هناك سؤال يطرح وش هو السؤال هل تمت هذا التداول هل يمكن تطبيق المنهج هل يمكن تطبيق التجريبي بخطواته ثلاث كمنهج العمل في كل هذه العلوم بكيفية واحدة وبنفس المعايير بكيفية واحدة وبنفس المعايير هذا هو السؤال الذي يطرح هل يمكن مدام أن العلوم مختلفة فيما بينها من حيث موضوعاتها قلنا عندنا علوم المادة الجامدة تدرس المادة الجامدة للعلوم الطبيعية هذا بالنسبة إلى المنهج فمن السهل تطبيقه على المادة الجامدة بخطواته الثلاث وعندنا علوم أخرى تسمى بالعلوم الكائنات الحية أو البيولوجيا وعندنا كذلك علم الإنسان أو العلوم الإنسانية هذه العلوم التي تختلف فيما بينها من حيث موضوعاتها إذن هناك سؤال يطرح الآن هذا هو السؤال هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي بخطواته الثلاث كمنهج العمل في كل هذه العلوم بكيفية واحدة وبنفس المعايير يعني هل يمكن أن نطبق المنهج التجريبي بخطواته الثلاث يعني بحذافيره على كل الظواهر باختلاف أنواعها هذا السؤال هذا نرجئه للإجابة عنه نرجئها للحصة القادمة إن شاء الله وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة وكذلك العلوم الطبيعية فكذلك ممكن يعني يطرح في أسئلة فيها في البكالوريا الأسئلة تكون ممكن تكون عن طريق المقارنة مثلا المقارنة بين الملاحظة العلمية والملاحظة البسيطة أو كذلك مقارنة بين المنهج التجريبي في بين الرياضيات والعلوم الطبيعية ويمكن يكون إذا في شكل مقالة استقصائية أو مقارنة وكذلك يمكن تكون كذلك في شكل مقالة جدلية يعني هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي في مختلف العلوم بنفس الكيفية وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.